وصيف والهلال واسك دوري بينما الابطال خرج المقاصه والمريخ للاسف ده 8 عرب كده لم يعني يوفقها. دوري الابطال هيبقى فيه 8 انديه عربيه، وده اللي بيفرض على الاهلي بكل تركيز يستعد لهذه البطوله. احنا عارفين ان البطوله وحشت الاهلي جدا، جمهور الاهلي نفسه يشوف الاهلي في كاس العالم للانديه تاني ان شاء الله. كابتن حسام البدري وجهازه الفني عندهم من الخبرات الكبيره جدا في هذا المعترك الافريقي. لعيبه الاهلي اللي تم انتقائها على درجه عاليه من الكفاءه. الاداره كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان رئيس لبعثه الاهلي في كل المشاركات اللي الاهلي تقريبا شاركهم في بطوله العالم، فيدرك جيدا قيمه حدث بحجم كاس العالم للانديه. فبالتالي اعتقد المشاركه في كاس العالم للانديه من خلال باذن الله التتويج الافريقي في دوري الابطال بيمثل الهدف الاساسي لكل منظومه العمل الاهلويه. لكن هذا التاهل لهؤلاء او لهذه الانديه العربيه هقول لحضراتكم على اسماء عشان تدركوا الى اي حد المسابقه قويه جدا والمنافسه المتوقعه شرسه، فلازما الاستعداد ليها بشكل كافي. الاهلي هيلعب في الدور ال 32 مع منانا الجابوني اللي تخطى ريال كلوب البوركيني في الدور التمهيدي بعد ما فاز عليه 2-0 في لقاء العوده وكان خسر 1-0 في مباراه الذهاب. الاهلي هيلعب المباراه الاولى في برج العرب او استاد القاهره حتى الان اذا وافق الامن، هيلعبها يوم 7 مارس حسب طلب الاهلي، العوده هتبقى 17 مارس يعني بعد الذهاب ب 10 ايام. تاهل من الكبار بعد الدور التمهيدي الترجي التونسي الفائز على الوئام الموريتاني 5-0 بعد ما تعادل معاه في موريتانيا 1-1. سطيف الجزائري القوي تأهل على حساب أولمبيك ريال بطل أفريقيا الوسطى بعد ما فاز عليه على ملعبه 5-0 والتعادل بره 0-0. الهلال السوداني الشقيق تعادل على حساب ليبيريا شيب الليبيري بعد ما فاز عليه 3-0 وكان خسر 1-0. خرج المريخ السوداني الفريق الكبير بعد ما خسر من بطل بوتسوانا 3-0 ولم يفز في السودان إلا 2-1. خرج المقاصة ممثل مصر الثاني في البطولة قدام جينيريشن السنغالي بعد ما تعادلوا 0-0 امبارح بعد ما كان المقاصة خسر في داكار 2-0. البطولة فيها 7 أندية عربية بالإضافة للأهلي، فيها وفاق سطيف، فيها الهلال، ثم فيها النجم الساحلي اللي ما لعبش في هذا الدور. لكن وجود النجم، وجود الترجي، وجود اتحاد العاصمة، وجود وفاق سطيف، وجود الهلال السوداني، وجود الأهلي، أعتقد 8 أندية عربية من ذوات العيار الثقيل. كابتن أحمد أيوب المدرب العام قال إن منانا الجابوني منافس قوي وهدفنا استعادة بطولة أفريقيا. زي ما قلت لكم ده الهدف الأساسي المرصود لدى كل منظومة العمل في النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللعيبة، حتى المهندس عادل القيعي في صفقاته اللي عملها واللي إن شاء الله هيعملها، هدفها رايح لبطولة أفريقيا وحشتنا كأس العالم. على فكرة كل القلق الناس من عدم تجديد النجمين الكبار عبد الله سعيد واحمد فتحي هو افريقيا. ايوه يعني هو الدوري انت تستطيع باذن الله بالمجموعه، وافريقيا برضو تستطيع، بس ممكن تكون عايزه شويه وقت على ما تقدر تؤهل البدائل اللي عندك بالخبرات اللي موجوده. اثنين من اصحاب الخبره الثقيله جدا، ايوه كابتن عبد الله سعيد وكابتن احمد فتحي، نتمنى بقائهم ويحدث شيء يعني يوصلنا الى يعني ان الناس تستمر في النادي الاهلي، ما يحصلش اي نوع من انواع يعني الخلل يعني. وفي الترتيب الدائم كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيسبق البعثه الى الجابون ب 48 ساعه عشان يرتب لاقامه الفريق وتدريباته هناك ان شاء الله. الاهلي سبق ان هو واجه قبل كده فريقين من الجابون، ونزيمبي الجابوني في نزيمبي بطولة وسجارة سجارة الجابوني كان الأهلي بدايته مع الكرة الجابونية سنة 1981 كان بطولة أفريقيا للأندية بطل الدوري، لما واجه فريق نزيمبي بطل الجابون كان في الدور دور الربع النهائي، فاز الأهلي في القاهرة 3-0 وفي الجابون تعادل 1-1. سجل للأهلي الكابتن محمود الخطيب هدفين والكابتن محمد عباس هدفين. عباس انا نفسي هاتوا لنا بقى الاجوان دي، الناس طبعا هتشوف
تستمتع بجوان الكابتن محمود الخطيب، لكن هتشوف ربما محمد عباس وتتعرف على قدرات هذا اللاعب. ربما كان ده مش الاهداف مش موجوده. موجود الفيديو يا حبيبي. طب نشوف اهداف الاهلي في نزامبي الجابوني. امال انا مبسوط ليه؟ الناس تشوف لعيب بتسمع عنه. مصطفى عبده اللي بيلعبها عكسيه لبها بشطه والجول الثاني عباس، الجول الثاني عباس، الجول الثاني محمد عباس. 33 دقيقه اصبحت النتيجه 2 الاهلي 0 موزمبي. الجول الاولاني الخطيب في الدقيقه 31، عباس في الدقيقه 33 لمصطفى عبده. يلا مصطفى بره للخطيب، تواطى النجم وشاط الجول الثالث، الجول الثالث للخطيب. لعيب لعيب لعيب. بص احنا عندنا في العدد الشهري اللي جاي من مجله الاهلي زميلنا محمود شوقي عثر على الكابتن محمد عباس وعمل له حوار. انا شفته في التمرين من 3 ايام. لعيب قوي جدا، يعني حتى في سنه الكبيره دي بتسلم عليه. جسمه زي الحديد يعني. بقول له يا ابني انت خسرتك. انت يعني كان واحد من، بقول لك عامل حوار فيه اعترافات وفيه كلام مهم جدا، مهم لكل الاجيال. طبعا. لان الحقيقه لاعب كان يستطيع ان يغير خريطه حياته. جورج وي حاجه جامده جدا 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 على ما شوفوهوش. جورج ويا لعيب قوي 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 في سرعته في قوته في مهارته حاجه. كان بوشكاش اما شفته مره كنا هنلعب المصري في بورسعيد، فالماتش اللي قبليه كان في القاهره، فلقيت بوشكاش جاي يتفرج على الاهلي يعني، فبرحب بيه بتاع انا جاي اتفرج على محمد عباس. عنده اقوى رجل يمين شفتها في حياتي. وبوشكاش ده ما كانش يملى عينه حد، لان ده كان اقوى ده رجل شمال في العالم، مشكله واخد يعني. بالك وقال اوف لعيب وشتم لعيب مش عارف ايه كان منبهر بيه، وفعلا جاب هناك جون كسب بيه الاهلي يعني، كسبنا 2-1. فلعيب كان حاجه خساره 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 انه اهدر عمره دون ان يصل الى ما كان يمكن ان يحققه. محمد عباس درس حقيقي يعني. طيب الاهلي كمان كان قابل من الجابون سجارة الجابوني في كأس الكؤوس الأفريقية سنة 86، واجه سجارة بحثا عن اللقب الثالث على التوالي والاحتفاظ بالكأس مدى الحياة. فاز الاهلي في الذهاب 3-0 وفي الإياب خسر 2-0 عشان يتوج الاهلي باللقب بمجموع المباراتين. سجل ثلاثية الاهلي طاهر أبو زيد هدفين ومجدي عبد الغني هدف، نفكركم بيهم. ساعة انا ساعة 10 دقايق والنتيجة لا تزال 0-0. شاطر طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد، جمبولة قعد الجول على ركبه ودخل الجول الاولاني بعد 10 دقايق. على طول عليها مهوب حلوه لمصطفى عبده جميله وبالعرض هو الجول الثاني، الجول الثاني طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد الاسد، كوره حلوه حلوه حلوه، الجول الثاني طاهر ابو زيد بعد 28 دقيقه، كوره مرفوعه من مصطفى عبده يحطها طاهر ابو زيد. ابو زيد ابو زيد اثنين، ما
مجدي حط الجول الثالث، الجول الثالث مجدي عبد الغني. يبقى الجول الاولاني طاهر ابو زيد في الدقيقه 10، الجول الثاني طاهر ابو زيد في الدقيقه 28، الجول الثالث مجدي عبد الغني من ضربه جزاء في الدقيقه 18. اصبحت النتيجه 3 الاهلي 0 سجارة. الملاحظه يا استاذ ابراهيم، اتفضل. يعني اتفرجنا حوالي على 6 جوان او 8 جوان، اه 3 في 3 3 في 4 يعني حوالي 7 8 جوان. مصطفى عبده عامل منهم 5. حاجة مش ممكن، ما حصلتش. كابتن مصطفى عبده صانع الانتصارات، كان له البصمة الكبرى على معظم أهداف النادي الأهلي في وقت أن كان يلعب. حاجة كان عجيب جدا، ما شفتش واحد بيلعب الكرة العرضية دي في حياتي زي كابتن مصطفى من أي وضع، وهو واقف وهو بيجري وهو بيرقص وهو ودائما بيلعبها لفة الموزة الواو دي رايحة الواحد يا دوبك يتعامل معاها. طبعا شفت لما بتلاقي الكابتن الخطيب بمهارته المذهلة يروح واخدها من فوق دماغ الراجل وعاملها كده حاجات ممتعة يعني. لكن مصطفى عبده يستحق التحية. لا، وحتى تلاقي كابتن الخطيب دايما عنده الامتنان لدور الكابتن مصطفى عبده معاه. طبعا يعني يقول لك انا مدين بالكثير جدا من مصطفى عبده ثم مختار اللي أنا عملته. ثم مختار الحقيقة الاثنين دول طرفين ما حصلوش. بس المجري حاجة تانية، المجري حاجة عجيبة. ربنا يديله الصحة دايما ويسعده. طيب ايه منانا ده بقى؟ يعني احنا شفنا نظام بدل لعب مع الاهلي في 81، وفي بطولة 81 الحقيقة الاهلي كان قاب قوسين او ادنى من تحقيقها لولا اغتيال الرئيس السادات، والاهلي كان هيلاعب سطيف الجزائري او شبيبة القبائل وقتها، وانسحب الاهلي من السيمي فاينال للظروف السياسيه اللي مرت بها البلاد، فضاعت فرصه احراز اللقب مبكرا. وسجاره الجابوني في 86 الاهلي توج على حسابه بكاس الكؤوس. لكن منانا ده حاجه جديده وحاجه مش قديمه، وعشان كده لازم نبقى فيه حذر. حذر كمان فاكرين إيه؟ الفتره اللي ابو تريكه يا استاذ ابراهيم اللي لعبناهم ما كسبناهمش، تعادلنا 1-1 وخسرنا الثاني 2-0. صحيح. جابون السنه اللي ابو تريكه سجل فيها الهدف الاسطوري بتاعه في الصفاقسي 2006، دي الفترة اللي تأسس فيها هذا الفريق منانا الجابوني، يعني حديث العهد جدا، عنده 12 سنة بس، لكنه ظهر سريعا في الكرة الجابونية، وواضح انه عنده امكانيات. ممكن كتير من الأندية في الجابون بتملكها شركات شغالة في الماس وشغالة في الأحجار الكريمة بالذات في هذه المنطقة، فهتلاقي شركات غنية وشركات قوية جدا. هذا الفريق ظهر سريعا، فاز بالدوري السنه اللي فاتت، لعب في السنه الماضيه 26 مباراه عشان تشوفوا قوته. في 26 مباراه فاز في 20 مباراه وخسر 3 ماتشات وتعادل 3 مرات، سجل 57 هدف واستقبل 19 هدف، حصل على البطوله ب 63 نقطه. فريق متوازن دفاعا وهجوما. السنه دي لغايه دلوقتي لعب ماتش واحد بس، تعادل فيه مع اوبام 1-1. لازم كل الحذر، وكويس انه الجهاز الفني اشتغل باحترافيه عاليه، واوفد الكابتن سيد معوض يحضر مباراه منانا الجابوني في ملعبه اللي فاز فيها على الفريق البوركيني، عشان تبقى دراسه حقيقيه لهذا الفريق على ارض الواقع ومستواه الحالي ايه. اعتقد لدى الكابتن حسام البدري والجهاز الفني كل الخبره الكافيه. عارف نتائجه ايه كانت مع الوداد؟ التعامل الحذر. السنه اللي فاتت الوداد تاهل على حسابه بضربات الجزاء. يعني ما عرفش يغلبه. ايوه. يعني ما تجاوزوش، يعني خسر واحد تبادل الفوز في كل واحد في ملعبه. بعدين الوداد بس اكيد بكاري جسامة ما كانش حكم بضربات الجزاء كان لحق. طيب الدور التمهيدي انا قلت لكم نتائجه، لكنه دور ال 32 بقى، اذا كان الاهلي هيلاعب منانا الجابوني بقيه الانديه هتلعب مين؟ الوداد المغربي هيلاعب ويليام سافيلي الايفواري، والنجم الساحلي التونسي هيلاعب بلاتو يونايتد النيجيري.
مازيمب الكونغولي العتيد هيلعب نيوبار دوسونجو الموزمبيقي، وسان جورج الاثيوبي هيلعب كامبالا سيتي الاوغندي، الدفاع الحسن الجديدي المغربي اللي جالنا منه وليد ازارو هيلعب فيتا كلوب الكونغولي بطل الكونغو الديمقراطيه، زيسكو يونايتد الزامبا هيلعب اسك ميموزا الايفواري، اول اغسطس الانجولا هيلعب بيدفست الجنوب افريقي. ده ماتش قوي ده اللي فيه عمرو جمال واللي بعت لنا جونيور اجاييه. اول اغسطس الانجولي قلت لكم هيلعب بيدفست، جورماهيا الكيني هيلعب الترجي، يبقى الترجي مع جورماهيا الكيني. سطيف الجزائري هيسافر يلعب ادوانا ستارز الغاني، يانج افريكانز التنزاني هيلعب تاونشيب رولز البوتسواني، الهلال السوداني هيسافر لتوجو يورو التوجولي، جينيريشن السنغالي اللي اطاح بالمقصه هيسافر يلعب الحريه الغيني في كوناكري، مولوديه العاصمه الجزائري هيلعب مونتاين النيجيري، الجيش الجنبي او زناكو الزامبي اللي هيكسب منهم هيلعب امبابان السوازيلندي، سان داونز الجنوب افريقي هيلعب يسافر يلعب راين سبورت الرواندي. دي خريطه دور ال 32 في دوري الابطال. ده الموقف الافريقي ودي صوره المنافسه والخريطه اللي جايه. الحذر، كل الحذر من مواجهه الفريق الجابوني. ما اعتقدش ان الجهاز الفني محتاج حد يوصيه، لكن ربما احنا محتاجين جوله مع الهجاصين والدجالين وبتوع الترامادول. حاجه ترفيهيه كده بسيطه بقى بعد الفاصل.